كانت أوفت بكل وعودها مع حضور جماهير غفير. الحمد لله كانت مقابلة كما نقولوا تلعبت إلى الدقائق التالية، نقولوا حتى الثواني التالية من آخر لقاء، وين قدرنا كنا هاربين أن بوان، عاود جبنا الكارديان تاعنا خرج أن بيلانتي، مي دوماج زاد عطى أن بيلانتي مع لافان تاع الماتش. الماتش هذه هي والحمد لله. وتعرف حنا كما يقول لك ما تنساش بلي حنا ثاني راه عامل تعب ولي ديبلاسمون شويه ياثروا في هذه المقابلات. بالنسبه للمقابله، المقابله جرات كما نقولوا في واحد الريتم اللي ما كناش ننتظروه في البدايه، لان الفريق نتاعنا دخل واحد في الدقائق الاولى ما تمكنش به يدخل في المقابله، وخلى الفريق الخصم انه يتغلب علينا في بدايه الدقائق. هذاك ما ادى الى تسرع اللاعبين وعدم التركيز. في الشوط الثاني حاولنا اننا نداركوا بعض الامور وبعض النقاط اللي كانت سلبيه في الشوط الاول، وقدرنا اننا كما نقولوا نرجعوا في النتيجه ونتعادلوا،